أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج تابعونا فيها. سجال متواصل بين قوى المعارضة السودانية وبين المجلس العسكري ومدونون يرفعون شعار مدنية قرار الشعب. وبعد يوم من اعتذار القرن عادل الكلباني يثير الجدل خليجيا بعد تغريدة عن قطر. ووزير خارجية لبنان يثير غضب مدوني مواقع التواصل ويقول لا مكان للاجئ أو نازح على أرض لبنان. العالم يتابع مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين أياكس وتوتنهام، والسخرية تتواصل من ريمونتادا الليبر. كل هذا وأكثر في هاشتاج فتابعونا. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من هاشتاج. ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حساب سكايب اي جي مباشر. بإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حساباتنا على تويتر وفيسبوك باختيار موضوع الحلقات أو التعليق عليها، فشاركونا. البداية إذن من السودان، حيث هددت قوى الحرية والتغيير بالتصعيد ضد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مؤكدة أن هناك خيارات ستلجأ إليها، منها التصعيد الثوري والعصيان المدني. وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان لها إن أزمات السودان تتفاقم ولا بد من الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية. وشددت قوى المعارضة على أنها تريد أن تخوض في تفاوض يؤدي لتسليم السلطة للمدنيين مباشرة. وقالت إن المجلس العسكري ليس جادا في نقل السلطة بالرغم من أنها أبدت حسن النوايا معه. إذن تفاصيل أكثر عن منصة التواصل سودانيا والتطورات الأخيرة هناك مع زميلة مهج حسن، والتي ستصحبكم في هذه الفقرة عن السودان. إليك مهج. أهلا بك عمر. أهلا. وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في السودان الآن. وبالفعل كما قلت عمر، لا تزال منصات التواصل السودانية متفاعلة بقوة مع السجال السياسي ما بين المجلس العسكري وقوى المعارضة. فعلى تويتر دشن حساب تجمع المهنيين السودانيين واسم مدنية قرار الشعب لتأكيد على مطلب تسليم السلطة للمدنيين. المدون خالد طه غرد على ذات الوسم بقوله: فرصة تاريخية للمجلس العسكري أن يستمع إلى صوت الجماهير الذي ينادي بمدنية قرار الشعب، غير ذلك سيعتبره الشعب جزءا من النظام الذي سقط رأسه وسيسقطه باعتباره اللجنة الأمنية الكيزانية ولا عهد الغطغطة. نونا حيدر قالت: مدنية قرار الشعب، لا يمكن الرجوع لنفس النهج القديم من الظلم والفساد بعد أن سطر الشعب حريته. الكلمة للشعب السوداني لم تسقط بعد. أما صد حبيت فقد قال: الخطأ الفادح والمأزق الأكبر الذي وقعنا فيه أننا حولنا شرعيتنا الثورية إلى صوت في صندوق انتخابات مفقود. لا توجد ثورة تتفاوض، الثورة جاءت لتستلم السلطة وتعيدها للشعب. يبدأ تصحيح الخطأ بالعودة إلى 11 أبريل وليسقط المجلس العسكري. أما حساب المدون السوداني البحراني قال: عانينا من كل عصور العسكر في الحكم، دعونا ننهض بالمدنية، كفانا من هذه الرجعية البحتة، نريد دولة مدنية لها قانون ودستور ثابت ودائم يكافح الفساد ويحاسب كل من يخون الوطن والشعب. أما أحمد حسن فقد قال مخاطبا قوى المعارضة: لا تفاوض حول بنود إعلان قوى الحرية والتغيير، يجب تشكيل وتسمية مجالس السلطة الثلاثة وتقديمها للمجلس بغرض تسليم السلطة. كان التفاوض خطأ من البداية، لا تفاوض إلا على تسليم السلطة فقط، عليكم التمسك بمطالب الشعب كاملة غير منقوصة، وكلنا ثقة فيكم وفي مقدراتكم، التصعيد والإضراب الشامل هو الحل. إلى مقاطع الفيديو، ومن أكثر المقاطع تداولا كان مقاطع لشجار وقع في اجتماع قوى المعارضة والأحزاب السودانية الذي دعا له المجلس العسكري والانتقالي للتباحث معهم حول الرؤية التي تقدموا بها للمرحلة الانتقالية، غير أن الأمر انتهى بالضرب بالكراسي. نتابع. Thank you.
كما تداول مغردون مشاهد من إضراب العاملين في مصنع سكر كنانة، وهو أكبر مصانع إنتاج السكر في السودان، حيث دخل العاملون في إضراب واسع للمطالبة بالتحقيق في قضايا الفساد والمحسوبية والفصل التعسفي الذي تمارسه إدارة المصنع ضد العاملين والمهندسين الأكفاء. نتابع الصور. يا بالشقة والبابك ما حنسمع أبدا لخطابك، الجيش والشعب تشابك وباكر حتلقى حسابك. الجيش مع الوحدان يا ماما، الجيش مع الوحدان يا ماما. ضلنا أبدا عن جد ضد الظلمة ومن أفسد، أكتوبر وأبريل تشهد والليلة رجعنا المجد. كبر كبرها من باب الورى، كبر كبرها للأحلى حيكون الغد، للأفضل راجن الغد، للأجمل حنبني الغد، والليلة رجعنا المجد. كما تداول مدونون صورا لوقفات احتجاجية نظمها العاملون في شركة بترونيت في حقل هجليج للبترول، حيث قام العاملون بتسيير موكب إلى قائد الحامية للمطالبة أيضا بالتحقيق في قضايا الفساد، حيث كان الهتاف سلمية سلمية ضد الحرامية. نتابع. تصوت تصوت بترونيت، تصوت تصوت بترونيت، تصوت تصوت بترونيت، الجيش معانا وما همنا، 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 الجيش معانا وما همنا. ومن المقاطع المتداولة أيضا كان مقطعا لمعتصمين أمام القيادة العامة يعبرون عن رفضهم لدعوة فضل اعتصام هاتفين ما راجع أنا لي مطالب ضد الناس الكتلوا الطالب. نتابع. عرف أبو معمر القطيع رحمه الله بشدة التزامه بالسنة، حتى إنه كان يقول لو تكلمت بغلتي لقالت أنا سنية، ولما جرى ما جرى على الأمة. والآن عودة مرة أخرى للزميل عمر فياض لاستكمال باقي فقرات هاشتاج. إليك عمر. شكرا لك مهج. إذن نعود لباقي الفقرات ومواقع التواصل الاجتماعي من الدول العربية. من السودان نذهب إلى السعودية، حيث أثارت تغريدة للداعي والإمام الأسبق للمسجد الحرام عادل الكلباني، أثارت تغريدة له جدلا بين المدونين على منصات التواصل الاجتماعي. تأتي تغريدة الكلباني بعد سؤال من أحد المدونين عبر البث المباشر لصلاة التراويح للكلباني، حيث تساءل حساب الشاعر القطري هلال مهندي يقول: ها أبشر صمت ولا فاطر ولا لعبت بلوت؟ رد عليه الكلباني بقوله: قاعد أقرأ قصيدة علم قطر. إذن انتقادات واسعة بين المدونين حول تغريدة الكلباني، حيث كتبت المدونة القطرية مريم الثاني تقول: بالله عليكم هذا يسمى شيخ دين؟ قولوا شيخ كباب يمكن تصدقها، لكن شيخ دين وفتاويه كلها على مزاج المعازيم، وهذا مستواه في النقاش والحوار. يا كلباني خلك في لعب البلوت وفي فتاوي النفاق اللي تناسب جو معازيمك يا سيد علماء السلطان. دونت غيم بن محمد تقول: كنا نحاول نعذرك لكن بعد هالتغريدة نقول الله يهديك. علق المدون القطري سعيد الكواري ساخرا: حاول تقرأ قصيدة إيفانكا. كتبت صاحبة الحساب التالي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل لسبب واحد وليس لتفاهتك، سنوات ونحن نسمع لكم ونعتبركم أسوة حسنة نستمع غير لشيوخ الدين، نرى سلوك
في جانب آخر. في حين كتب محمد يقول: حري بك أن تتلو القرآن لا أن تقرأ قصيدة علم قطر، يا حسرة والله إنها لفتة كقطع الليل المظلم. وكتب المدون القطري أحمد القبري يقول: قاعد تقرأ علم قطر مع التصفيق أم الرقص؟ حسب فتواك فإن المرء مطالب أن يفعل ما يتقنه. أخيرا غرد صاحب الحساب التالي قائلا: عادل الكلباني يبي يقلد عايض القرني، واضح أنه خاف يبي يبعد عنها الشكوك. نبقى مع الجدل الذي أثاره الداعي السعودي عائض القرني عقب ما أسماه اعتذارا عن مواقفه الفكرية السابقة، واعتبارها بأن الصحوة الإسلامية صاحبها تشدد وتضييق، وأكد بأنه مع الإسلام المنفتح المعتدل الذي نادى به محمد بن سلمان. وقد نشر المؤرخ الإسلامي الكويتي عبد العزيز العويد مقطعا يرد فيه على ما جاء في تصريحات القرني كما سنتابع. عرف أبو معمر القطيع رحمه الله بشدة التزامه بالسنة، حتى إنه كان يقول: لو تكلمت بغلتي لقالت أنا سنية. ولما جرى ما جرى على الأمة من محنة القول بخلق القرآن وأدخل على الخليفة وعاين السجن والقتل، قال له الخليفة: ما تقول في القول بخلق القرآن؟ فقال: القرآن مخلوق. كفر بما كان يعتقده، فلما خرج وسئل عن مقالته قال: كفرنا وخرجنا. قد يتصدر في العلم والدعوة رجال ينفع الله بهم، لكنهم إذا تعرضوا لبلاء في مال أو شهرة أو خوف من سجن أو قتل سقطوا في أول محنة. يذكر عن إبراهيم بن علي رحمه الله تعالى أنه طلب منه من المبارك رحمه الله ألا يلي القضاء لهارون الرشيد، فلما أدخل على الرشيد وطلب منه القضاء فرفض فأصر هارون، خاف منه ابن علي وولي له القضاء. فأنشد ابن المبارك رحمه الله تعالى: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ تقول أكرهت، فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. قد يتغير الإنسان في آرائه أو يعتذر عن شيء منه، لكن لا يكون ذلك على حساب الطعن في رجال صادقين ساروا فيها، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قد يغير الإنسان آراءه أو يعتذر عن شيء منها، لكن لا يكون على حساب كذب واتهام بالباطل لقوم فتحوا له قلوبهم ومجالسهم وأعانوه بما يستطيعون وقدموه على غيره. لكن كما قال الأول: ومن يصنع المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندمي. طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود والياسمين، بل هو مفروش بالأشواك، وقد علقت رقاب أقوام على حبال المشانق ولم يعتذروا عن العمل مع الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. نذهب الآن إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. بمكونات طبيعية وحليب طازج 100%. العائلة بلدنا بثلاث نكهات مميزة، صحة وعافية. البورصة وملاءمتها للشريعة مقاصد الفقه، من أهم النشاطات المالية والاقتصادية، فقرة أسبوعية خاصة ضمن برنامج البورصة، تجيب عن تساؤلاتكم مع الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القرداغي في الأوقات التالية على الجزيرة مباشر. أهلا بكم من جديد. لا تزال منصات التواصل العربية تتفاعل مع ما كشفت عنه صحيفة الجارديا البريطانية عن أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA حذرت النرويج من أن الناشط الفلسطيني المعروف إياد البغدادي، والذي يعيش كلاجئ في النرويج، يواجه تهديداً من قبل المملكة العربية السعودية بسبب انتقاداته العلنية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. من جانبه قال البغدادي في مقابلة مع الجزيرة بأنه يشعر بالقلق على أسرته
بعد تلقيه تهديدات من جانب السلطات السعودية، وأكد بأنه لا يستطيع التواصل مع أفراد عائلته بشكل مباشر. للمزيد حول قصة التهديدات التي تلقاها الناشط إياد البغدادي، دعونا نتابع هذا الفيديو من شبكة إيج بلس عربي لنتعرف على التفاصيل أكثر. حجم كبير من نشاطي في خلال السنتين الماضيين كان منصب على الوضع الحقوقي في السعودية، خاصة بعد مقتل صديق جمال خاشقجي. داهم أم لا؟ هذه النقطة غير واضحة عندي حتى الآن. يبدو أنه ما دمت في أوسلو فأنا آمن. طلبوا مني عدم السفر، خصوصا عدم السفر خارج أوروبا. عندي عائلة في ماليزيا، ما بقدر أسافر وما بقدر أتواصل معهم بشكل مباشر. هذا هو القلق المباشر. إذن الصحفي والناشط الحقوقي إياد البغدادي علق على هذه الأخبار عبر صفحته على تويتر، قال في هذه التغريدات، إذن نذهب إلى ما قاله هذه التغريدات التعليق على الخبر، ولكن نبدأ بما كتبه. يقول: قصتنا ليست قصة مآسي ولجوء وتهجير، قصتنا قصة صمود وصلابة ومقاومة. وأضاف البغدادي في تغريدة ثانية يقول: حدث شيء مجنون متعلق بسلامة الشخصية، ولم يكن بإمكاني الحديث عن الموضوع منذ أسبوعين، لكني أتكلم اليوم. كان الأسبوعان الماضيان مرهقين للغاية، وآمل أن أكون نجحت بالتعامل مع الضغط. وأخيرا اختتم بتغريدة يقول فيها: شكرا لكم جميعا لاهتمامكم، كونهم يريدون قتلي يعني أنني أؤدي عملي بشكل جيد. بالطبع إذن التفاعل من المدونين حول تهديدات إياد البغدادي، نبدأ باستعراض هذه الآراء. محررة المقالات الدولية في الواشنطن بوست كارين عطية تقول: جمال خاشقجي وإياد البغدادي كاتبان وصديقان لي، كانا يكتبان في الواشنطن بوست. قتلت السعودية خاشقجي وهي الآن تهدد إياد. ودون الخبير الأقليمي في حقوق الإنسان فادي القاضي يقول: وفي المحصلة التهديدات ضد سلامة إياد البغدادي هي تهديدات جبانة ضد ناشط لا يملك سوى رأيه وصوته ورغبته في العمل على مستقبل أفضل لعالمنا العربي. في حين كتب الأكاديمي السعودي سعيد بن ناصر غامدي يقول: ندعو بالسلامة للإعلام الحقوقي إياد البغدادي، ولن يضروك إلا إذا خطت دولة المؤامرات وتلميذها هي شراء الذمم، ثم محاولة الكسر، ثم محاولة الاغتيال، والله غالب وليس له مغالب. الأكاديمي محمد مختار الشنقيطي يقول: يبدو أن محمد بن سلمان يريد تكرار جريمة قتل خاشقجي بعد أن حمى ترامب ظهره. بينما تساءل الدكتور عبد الله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة وقال: السلطات النرويجية وصلها تحذير جدي عن محاولة سعودية لاستهداف حياة الناشط الحقوقي، يا ترى هذه المرة ستلصقون التهمة بعسيري وقحطاني؟ أما الإعلامي ياسر أبو هلالة فقال: بحسب الجارديان لا نملك إلا أن نقول شكرا للنرويج وللسي آي إيه على دورهما في حماية الناشط البغدادي من حماقات حكومة المنشار. سي آي إيه حذرت الحكومة النرويجية من تهديدات الناشط المناصر للربيع العربي. وأخيرا علق حساب نحو الحرية يقول: تهديد النظام السعودي للناشط إياد البغدادي المقيم في النرويج أصبح فضيحة عالمية بامتياز، هذه أعمال مافيا بصوت تركي الحمد. إلى لبنان، حيث أثار تغريدة من وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل المنتمي للتيار الوطني الحر، أثارت تغريدة له اليوم الأربعاء استياء واسعا على منصات التواصل، والتي انتقد فيها إقامة اللاجئين والنازحين على أرض لبنان. كتب باسيل عبر حسابه على تويتر يقول: هذه الأرض التي أثمرت أنبياء وقديسين لن يحل محلنا فيها لا لاجئ ولا نازح ولا فاسد. وأضاف يقول:
نحن مع الاختلاط، نحن لبنانيون أولا ونحافظ على مسيحيتنا ونبقى منارة في هذا الشرق. ردود الأفعال أثارت هذه التغريدة من جبران باسيل الجدل بين الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي. غردت الصحفية اللبنانية ديانا مقلت تقول وزير خارجية لبنان يضع النازح واللاجئ بنفس خانة الفاسد. هل تستحق في لبنان هذا العار؟ أنت لا تستحق باسمك جبران باسيل كما تقول لا نستحق في لبنان هذا العار منك. في حين كتبت المدونة يارا دبس تقول ولا فاسد يعني أنت أول واحد لازم تفل. علق الكاتب السوري بسام جعارة يقول العنصري جبران باسيل لا هم له إلا طرد السوريين من لبنان، وهو يدرك تماما أن الاقتصاد اللبناني سينهار بسبب نهبه وما أسماها عصابته للمال العام وليس بسبب اللاجئين. التغريدة التالية هي للمدون عمر مدنية يقول فيها الفاسد هو أنت، اللبنانيين الشرفاء متبرئين منك. صاحب الحساب التالي يقول في هذا الرأي إذا تبحث عن العنصرية تجدها عند جبران باسيل، كلمات كتبها تعبر عما بداخله من حقد وكره للنازحين السوريين. معقول هذا مسؤول ورجل دولة وفهمان وتارك الدنيا كلها وملاحق اللاجئ السوري كل هالقد مضغوط من السوريين؟ في حين كتب المدون اللبناني غالب زغيب يقول الأنبياء والقديسين كانوا ينامون جياعا حتى يطعموا الناس، وكانوا بدل 6 مليون من معاشاتهم يدفعون كل أموالهم لمساعدة الناس. غرد محمود عمر يقول على علمي الأنبياء والقديسين يغلب عليهم بل ويثبت عنهم المشقة في دعوتهم أن يكونوا لاجئين ونازحين، هذه من طباع دعوتهم. نذهب إلى عالم كرة القدم حيث يتواصل تفاعل منصات التواصل عن لقاء ليفربول وبرشلونة والذي انتهى بنتيجة وصفت بالمذهلة والمجنونة. حقق النادي الإنجليزي ريمونتادا تاريخية في مرمى غريبه الإسباني، وقد تداول المدونون العرب عشرات المقاطع الساخرة من هذه الهزيمة المذلة التي تلقاها برشلونة، كما سنتابع بعضا من هذه المقاطع. ساديو ماني تعليقك على مباراة النهارده وتقول ايه لميسي؟ اقول ميسي بس عشان خد باله. طبعا إبداعات رواد مواقع التواصل الاجتماعي كثيرة. أصداء هذه الريمونتادا لليفربول لم تتوقف عند الملاعب فحسب، بل وصلت حتى مجلس العموم البريطاني. ففي جلسة صباح اليوم الأربعاء قال زعيم المعارضة جيرمي كوربن قال إن رئيسة الحكومة تيريزا ماي يمكن أن تأخذ بعض النصائح من يورغن كلوب مدرب ليفربول عن طرق النجاح أوروبيا، لترد عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأن إنجاز ليفربول هو مثال لعزيمة وإصرار على النجاح. نتابع. In view of the amazing performance of Liverpool last night, perhaps the Prime Minister could take some tips from Jurgen Klopp on how to get a good result in Europe. I actually think that when we look at the Liverpool win over Barcelona last night, what it shows is that when everyone says it's all over, that your European opposition have got. لا أحد ينكر النجاحات. قبل الختام ننوه مشاهدينا إلى أن أياكس الهولندي يتعادل مع نظير الإنجليزي توتنهام بهدفين لكل منهما، ما يعني أنه اقترب بشدة من حجز مقعده في المباراة النهائية لملاقاة ليفربول الإنجليزي في الأول من يوليو القادم بالعاصمة الإسبانية مدريد. فمن تتوقعون سيحصل على الكأس في النهاية؟ لكم هذا مشاهدينا. هنا انتهت حلقة الليلة، تذكروا دوما أن تراسلونا بالقضايا والقصص على واقع يتغير أو وعي يزداد بهاشتاك. دمتم في أمان الله.